سؤال وردنا على الصفحة بيقول هو يعني الفرق بين الضعف الجنسي والعجز الجنسي. هو العجز الجنسي اللي هو يعني فقدان القدرة على الانتصاب نهائيا، يعني ممكن الراجل يقعد بالست شهور لا حياة لما تنادي، ما فيش ولا انتصاب. الضعف الجنسي بيكون اللي هو يعني في انتصاب ولكن ضعيف، يعني يا اما صلابة القضيب غير مكتملة او يعني غير واضحة، او ان هو يحصل انتصاب وبعد كده يحصل ارتخاء، ولكن بيحصل انتصاب بدرجة ما، او ببساطة شديدة ممكن نقول ان ضعف الانتصاب اول الطريق والعجز، او الضعف الجنسي اول الطريق والعجز الجنسي اخر الطريق. يعني ضعف الانتصاب يؤدي في النهاية اذا لم يعالج الى العجز الجنسي. ليه؟ لان ضعف الانتصاب ممكن يكون عرض وممكن يكون مرض، ممكن يكون وقتي، ممكن يكون له اسباب نفسيه وجسديه، وكذلك العجز الجنسي ممكن يكون له اسباب نفسيه واسباب جسديه. بالنسبه لده او لده بنشوف اعراضه ايه ونشخص هل محتاجين تحاليل، محتاجين علاج دوائي، اختبارات دوائيه، ونشوف الاخبار ايه. في احيان كتيره بالنسبه للضعف الجنسي قد يكون عرضيا، يعني خايف من حاجه، في ظروف مضايقاه، في مشكله مع الطرف الاخر، اخد دواء معين، يعني اخد مثلا حاجه تاخر القصف، مثلا اخد حط كريم موضعي مثلا بس حط كتير فعمل تخدير عام للقضيب. يعني في اسباب كتيره ممكن تعمل كده، ولكن في كل الاحوال لابد ان احنا نفحص، لان اي حاجه في الضعف الجنسي او العجز الجنسي لها علاج. ولكن الخلاف العلاج ده علاج دوائي ولا علاج جراحي، علاج مؤقت يعني شويه كده والموضوع هيبطل، ولا علاج دائم، وهل ممكن يكون المريض ما يحتاجش العلاجين اصلا لو الحاله نفسيه محتاجه مجرد تزيل السبب الضغط اللي موجود، يعني مثلا مشاكل ماليه او ماديه او مشاكل اجتماعيه، مجرد ازاله الاسباب دي لوحده قد يحسن الحاله، ولا نحتاج ان احنا ندي ادويه او ندي قرار بعمليه جراحيه. اذا الضعف قد يكون وقتيا وقد يكون عرضيا وليس مرضيا، والعجز ايضا قد يكون له اسباب نفسيه وقد يكون له اسباب عضويه وقد يكون كليهما معا. وشكرا.